أعزائي المتداولون، أهلا بكم في موقع ديلي فوركس. نستمر في تحليلاتنا لمنتصف الأسبوع وإليكم التقرير التالي. ارتفع سعر النفط الخام إلى أعلى مستوى له في 6 أشهر، في حين كان الدولار النيوزيلندي أضعف عملة رئيسية. استمر زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي في الانخفاض ووصل إلى ما دون مستوى المقاومة الجديد عند 1.1127. يبدو زوج الدولار الأمريكي أمام الين الياباني أقل صعودا، حيث يستمر في الفشل في الارتفاع فوق مستوى 112 نقطة. يبدو زوج الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي أكثر انخفاضا بعد أن تراجع إلى ما دون مستوى الدعم السابق عند 1.2959. كنتم مع ديلي فوركس، تابعونا غدا للمزيد من التقارير حول أسواق العملات والأسهم.